السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الوطنية. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج صباح الوطنية، هي حلقة ختامية للموسم الأول من برنامج صباح الوطنية 2015، لندخل إن شاء الله موسم جديد اللي هو 2016 من برنامج صباح الوطنية. اللي تلاحظوا معايا مشاهدي الكرام التغييرات اللي عدلنا من خلال الديكور، من خلال ياسر مشي وطرنا ياسر من الفقرات، ونختار نطرح عليكم بعض من الأسئلة تشاركوا معايا اليوم في هذا في الموضوع. عن نختاركم تعرفوا شنو التوقعات اللي متوقعين البرنامج، شنو الاقتراحات اللي مقترحين أين نضيفوا للبرنامج، وشو مشجرات انتم عليه، شو مشجرين على البرنامج. معايا في العادة في التقديم سميرة السماني. مرحبا بك سميرة. مرحبا بك وسهلا، بعد انك ما عرفت في المشاهدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ليه نضيف زاد كلمه على كيف ما قالت صحيح، انه برنامج صباح الوطنيه نسخته الحمد لله راهي تخبات وتكلف الحمد لله بالنجاح، وذا كان تبارك الله من فضل مولانا ورضا الوالدين وفضلكم انتم طبعا مشاهدينا الكرام. ضرك برنامج صباح الوطنيه في حلته الثانيه الجديده صافي، العاده عندنا تقرير والله عندنا شيء ينطبق للمشاهدين ان شاء الله يا ربي. شاركوا بعد معنا المشاهدين، عندنا تقرير ان شاء الله، عندنا قبلنا بعد اراء الجمهور وقبلنا اراء ابرز الضيوف كما تعرفي. عندنا الاسبوع الختامي تبارك الله من ياسر من الشغل، حصدنا فيه ياسر من الاراء، حصدنا فيه ياسر من الافكار، واجتمعنا نحن وطاقم البرنامج كامل من اجل ارضاءكم انتم، ورضاكم طبعا هو هدفنا. ونشوفوا اول تقرير عن البرنامج. طوى عام 2015 صفحته وشد أمتعته ورحل ليحمل معه الموسم الأول من برنامج صباح الوطنية، الذي استضاف في حلقاته طيلة السنة المنصرمة أنواع الضيوف في مختلف المجالات من أنحاء الوطن، متطرقا لجميع المواضيع الجريئة التي تهم الوطن والمواطن. كما تميز البرنامج بشكله الفريد المتمثل في خلفيته التقليدية التي جعلت منه جلسة عائلية بامتياز، تتسم بالبساطة والوضوح والعفوية، وتجول داخل كل بيت موريتاني متطرقا لكل المواضيع الاجتماعية والدينية التي تهم المجتمع بطريقة جذابة حسب ما يقول متابعوه. فن صباح الوطني صباح برنامج جيد، وتقديمكم انتم تقديم جيد، ولا قادين قال فيش قالوا على المستوى، وبرنامج مول القضايا اللي ناقش قضايا حيه ومهمه، وضيوفكم اللي تجيبوا ضيوف جيدين وعلى المستوى. وشكرا. الوطني صباح الوطني برنامج زين وعنده شي من المشاكل المجتمعيه ويطرحوهم زينين، مواضيع وانا زينين ومتابعين وزين، عندي نختار نوع من البرامج اللي يتم يتحاملوا عليه القنوات الوطنيه كامله بالبرنامج زين، وخصوصا مولي عنه يوصل للمجتمع الفئه اللي ما يمثقف منه بيه، اللي طرحه زين وطرحه بالحسانيه. انا زين عندي قاع حتى كانه ما هو عربي ولا فرنسي ولا انجليزي، وزين عندي نختار نوع من البرامج تم يتواصل. برنامج زين عاجبني ما شاء الله، ما في اي ملاحظه الا بالنسبه للضيوف، نختار كنتم تطوروا من الضيوف، ودوا مثلا الضيوف لا اله الا الله، مثلا ما عندي معها هي، ما عندي معها هي. عاجبني وبرنامج زين ما شاء الله. شو ما ها؟ الجلسة زينة عندي، زينة اختار شوية تغير في ديكورها. ما في أي ما شاء الله. المتابعون وفي سياق حديثهم لفريق البرنامج أبدوا إعجابهم بالطريقة التي يعالج بها البرنامج جميع القضايا الوطنية، مطالبين بإضافة فقرة جديدة تهتم بالأدب الحسني وتمكن الأجيال القادمة من معرفة تراثهم وتاريخهم العريق، على شكل مسابقة لمتابعي البرنامج، وتمنح جوائز للمشاركين فيه مذكرين بأنه من أجمل البرامج الصباحية في الساحة الوطنية. برنامج صباح الوطنية برنامج زين، تابعناه زين ما شاء الله، وبرنامج حي وضيوف وحي بارك الله. الموسم الأول شفناه زين، الموسم الثاني لا نختاره ضيفنا فقرة الأدب الحساني، ما خارج شيء اخير مع الصباح من فقره من الادب قاف الله طالعه والله كرزه ما تخسر شيء مع الصباح، وبارك الله نورته ما شاء الله نورته صباحا وصباح الوطنيه جزاكم الله خير. برنامج صباح الوطنيه برنامج صباحي تفاعلي متميز من احسن البرامج في قنواتنا المحليه،
من ناحية الديكور أيضا فهم نوع من يعكس نوع من ثقافة مجتمع، ذيك الزرابة وذيك القعدة والوسايد. من ناحية المواضيع اللي يطرق لها، قلت حد يقول إنه يطرق المواضيع مهمة جدا، لأن ما شاء الله ما في مجال يهم ويمس ويلامس حياة المواطن ما قط طرق لها من جميع النواحي وجميع الجوانب. برنامج متميز وشاكر مقدماته على التقديم، راجين فيهم يواصلوا فيه إن شاء الله تعالى. شكرا. شوفي برنامج شيق، نحن نختاره عود رؤيته ذات استراتيجيات على مدى أبعد، نبقوه يعود ما هو إنه وليد معاكم أنتم، يكبر معاكم وتعودوا تورثوا للناس الأجيال الصحفية اللي لا تعود في سنكم أنتم وفي قمة الإبداع، لأنكم أنتم برنامج أخر نختار يعودوا فيه تطوير شوي، مثلا تعود فيه جوائز، تلودوا للدعم وتعودوا تطرحوا فيه أسئلة، تعودوا ملي فيه منوعات، وتعودوا تستضافوا فيه ضيوف بار سكايب، مثلا ضيوف لقديتوا تستضافوا ضيوف من الجالية الموريتانية اللي في تركيا، جالية موريتانية في الجزائر، جالية موريتانية في المغرب، ونعرفوا انه برنامج شيق ورائع ومعاكم انتم فلة شمعة منورة. بعد انتهاء الموسم الأول من برنامج أصباح الوطنية، يأتي البرنامج بحلة جديدة للعام الجديد 2016، متابعة ممتعة لكافة برامج قناة الوطنية ولصباحها الجديد. الشيخ الحميدي لبرنامج أصباح الوطنية. شكرا جزيلا للشيخ الحميدي على التقرير الرائع الأكثر من رائع، أتمنى لك التوفيق والسنة الجديدة ومعنا من التألق والنجاح والتميز زميل عزيز. سميرة، شنو تعقيبك على الريبورتاج اللي عد الشيخ الحميدي؟ ما شاء الله، أولا أنا الشيخ الحميدي زميلي والتقرير كان رائع فتبارك الله، وشاكر الأشخاص اللي جبرنا اللي عدلنا معهم هذه المقابلات، وما شاء الله ما تبارك الله، ولين نقول لهم رواية واحدة عن برنامج صباح الوطنية عنه مستمر إن شاء الله يا ربي، وعن آرائهم اللي قالوا وطلباتهم اللي قالوا نحن لبيناهم لهم. لين نتكلم شوي عن الإضافة اللي درنا للبرنامج، برنامج صباح الوطنية كان معروف إنه طرحه تقليدي ونتكلموا بالحسانية ونناقشوا ياس المواضيع الهامة واللي جبنا فيها ياسر من الوجوه، ياسر من الضيوف اللي مقط ظهرت على الشاشات القنوات المحلية والوطنية، وكيف ما قال أحد الضيوف والدور قاعد تسمعون ورأيه، ضفنا إضافة لبرنامج نسخة جديدة. برنامج صباح الوطنية مدته 9 أشهر الحمد لله من العطاء، وهو من أصعب البرامج اليومية به بما أنه برنامج صباحي مباشر ودائما توقيته، ومنقدمه للضيوف منقدم الفنانين اللي عينا صدافوا دائما عندهم مشكلة شوي منقدم توقيته مع الصباح، وذاك بعد كامل الحمد لله من فضل مولانا ان شاء الله تقلبنا عليه. وبرنامج صباح الوطن النسخه الثانيه درنا له اذله فقرات، فقره الاولى هي ملامح عن الوطن، الولايات الداخليه، وعينا قبل مولي ولايات مولي من الخارج، ذاك ان شاء الله ربي الله انتم اللي تختاروه، طبعا قاع هذا كامل من المشاهدين اللي اختاروا هذه الفقره. والفقره الثانيه هي وصله موسيقيه، والفقرة الثالثة هي تنبيهات، ومعانا فقيه محمد أمين الشاه، ومرحبين به في النسخة الثانية من برنامج صباح الوطنية. انضمامه للبرنامج فقرة تنبيهات. تنبيهات اللي هنا أعطيكم شوي نبذة عنهم. تنبيهات هو تذكير للمواطن والمشاهد البسيط والمشاهد قاعد بصفة عامة عن البرنامج، عن صباح الوطنية، وتنبيهات من فقيه، نصيحة عائدة تبقى مع نحن وتبقى معكم انتم ان شاء الله. ليش اخترتي هي التالية؟ اخترتها هي التالية بما انك كنتي قاعدة تسبقيهم بما انهم زين. صافية، هذا السؤال زين اللي طرحتي علي، نختار فقرة تنبيهات التالية اياك تبقى مع المشاهد. فهمتيني كيف اليوم زاد تقريبا ها حين سنتبهم الصبح ان شاء الله ربي باذن الله. كيف الصبح ان شاء الله ربي عندنا تنبيه قد نقولوا تذكير زاد بشي لو قواها يمس من المجتمع. شو المواضيع اللي تم تشارك معنا الفقيه محمد بن الشاه؟ طبعا كما سمعت كي امس تناقشي معه، من رايك كان فم ليت يعود فم تنبيهات حساسه مثلا طبعاً. عن الحسد مثلا، عن الغير مثلا، عن الكذب مثلا، عن حقوق الجار مثلا،
صح تنبيهات ذا هو اللي توافقت انا وبيه مع زميلك عن قد نقول لوالدي محمد بن الشيخ موجه له تحيه خاصه من البرنامج بما انه جانا خمس مرات الى ست مرات ماني واضحه حتى وما شاء الله كانوا حلقاته ناجحه وغنيه وفيها ياسمين اللي فاد لنرجع لك شويه صافيه كما قلتي لي عن التنبيهات تنبيه نتكلموا عن كيف اليوم تكلمنا عن الحسد صف نتكلموا عن العين صف نتكلموا عن حقوق الجار نتكلموا عن حقوق الزوجيه نتكلموا عن 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 البدع عن ياسر من شيء وهذه التنبيهات عمرها لا دقيقتين ولا ثلاثه شفتي ما اخترنا الكفر منهم حتى ياك يبقى مع المشاهد ونستفادوا نحن منهم والواصلة الموسيقية الصلة نحن هم نختاروها والله نقدنا عطوا فرصة للمشاهدين يشاركوا معنا في الواصلة اللي يبقوا واصلة فنية لغير بشرط عنها تعود وصلة قادمة من الجديد ان شاء الله ياسر له وعاد منتشر غير نحن نختاره وصلة فنية قديمة ياك جيلنا نحن اللي ما يعرف الفنانين القديمين يطلع عليهم ويطلع لهولهم ويطلع على الإبداعات اللي ما كانت حكما خالقة ذاك الزمن بسمحالة يوصلوهم هذيك الرسالة من خلال ذاك الفن طبعا فم فرق شاسع بين مشاركين هم اللي بينهم في الجال اللي يتبنى في الخارج اكيد اكيد كما قال هذا المتدخل اللي عدلنا معه بركاتية قال لنا عنه يختارنا نطروا اضافه للبرنامج عنا تمونا نعدلوا مداخلات والله مقابلات الجاليه اللي في الخارج ونربطهم عبر سكايب فعلا عنها فكره ما هي معقوله وزيانت عندي حتى غير ان شاء الله يا ربي في المستقبل القريب دور نعدلوها ما نقدو نوعدكم عنها لا تعود دائما يدوم لا وجه الله غير بعد مره ان شاء الله يا ربي نعدلوا حلقه خاصه ولا تعود ان شاء الله ربي مميزه نربطوها بسكايب والله الواتساب ان شاء الله يا ربي من اجل تقريب المواطن اينما كان من برنامج صباح الوطنيه هو برنامجكم منكم واليكم مشاهدينا الكرام وعندك تعقيب من انا قبض المشاهدين عندي تعقيب بعد كيف ما قلت انت في قضيه المداخلات مشاركة الجالية اللي في الخارج الجالية اللي في الخارج نحن له نتعامل ونحن هما بطريقة واحدة لدرجة عالمة بهذه اللي فات قالت فيها لك اللي يلا يقع مشكلتنا احنا شنو مشكلتنا الوقت توقيت نحن حالا عندنا 11 زايدة هما توقيتهم مختلف معانا وفي هم الاتصالات مباشره من الجاليه معناها ان حلقه لين عدلوها نعود نحن والجاليه اللي بالخارج نعود متوافقين ومرتبطين على الوقت به باللي دور فيه اتصالات وان شاء الله ربي ومين عدنا عدوه هنا عدلكم اعلان عن البرنامج وعن التوقيت وعن النهار اجي تعودوا جاهزين للاتصالات ان شاء الله يا ربي نرجع لصفحه البرنامج قلنا عن طرحت هون اعلان عن شنو التقييم هو البرنامج صباح الوطنيه وش مشكرين فيه وش اختاروا نضيفوا الاضافه اللي نضيفوا البرنامج به للناس دائما تقولنا برنامج ماله ما يعودوا فيه فقرات ماله ما يعودوا فيه منوعات نحن البرنامج اخترنا نعادلوه بالبساطه يعود بسيط كالعادة هو اللي كنا نحن نختاره الحمد لله دخل بيوت المواطنين جميعا الحمد لله عدنا الإحصائية ودخل هم اللي قلوبه لله الحمد وأنا بعد من ذا المنبر صافي علينا نسولك نحن 9 أشهر من عمر هذا البرنامج نقدم برنامج صباح الوطنية وهو يجرب 4 مرات موجهين تحية خاصة الحمامة مريم تحمد ديتر كانت مشاركة معنا في بداية الموسم مدة 4 أشهر شاركت معنا في التقديم والله متمني لها التوفيق إن شاء الله مسيرتها الفنية في مشوارها المستقبلي اللي يتعدل إن شاء الله صافية نرجع شوي لسؤال نحن لك الحمد لله 9 أشهر ماشيين في برنامج صباح الوطنية ولا انقطع منه وما قطع توفر طردت منه حلقة واحدة وقلت حسبي لي كم من حلقة تنعدن أنا نعرف والمخرج يعرف كم الحلقة يقارنتين المشاهدين ما تعرفوا سميرة هذا لغز إذا للدور إني أنا نعرف لك كم الحلقة أنا راسي مو حاكم شيء نقير بعد نقول لك عنها ما يناهز 60 حلقة ظاهرة لي ما يناهز وكما قال بعض الضيوف اللي عدلنا معاهم تصريحات دور تشوفهم ان شاء الله يا ربي استضفنا ابرز ضيوف عدلنا معاهم تصريحات يقولوا لنا ارائهم في البرنامج ودور ان شاء الله يا ربي تسمعوا لكن اللي قالوا فيه ابرز الضيوف
وان هما اللي نجحوا البرنامج مثل صح. الشيخ ولد جام موجهين له الف تحيه خاصه موجهين له تحيه ومثل العلامه الكبير الفقيه الشاب المحترم الدرديري والبابا والمعطى وفم الزميل خلوق مولاي البحيد فما شاء الله ياسر من السنيه متاعها الله ما شاء الله فم ياسر ما شاء الله من قدينا نحن نعدلوا مقابلات مع ابرز ضيوف غير الوقت بين ضيق الوقت من اجل ياك نعدلكم انتم هذه الحلقه مميزه تعود يوم الحد به اللي حلقه خاصه بعطله الاسبوع تعودوا معنا مشاركين معنا فيها مشاهدين كرام ذا هو اللي بينا ما قدنا نكثروا نعودوا كل ضيف عدلنا معه تصريح يقرا بعد تنزل البركه ان شاء الله ان شاء الله وشاكرين شكر خاص بلاور ميديا اكيد اكيد اللي رافقتنا طيلة البرنامج الصباح الوطنيه اللي رافقتنا اللي ما شاء الله البرنامج عند منين توفوا الحلقه ما شاء الله ينزلوا الف تحيه شكر موقع بلاور ميديا اللي واكب برنامج صباح الوطنيه ما شاء الله بكل اوقاته ما شاء الله وشاكرين ميديا على تفاعله معنا وحسن اخلاقه كل عام وهم بخير ان شاء الله متمنين ويازن المزيد والتألق والنجاح ان شاء الله من تألق التألق نقبل مكالمه في هذه نقبل مكالمه الو السلام عليكم مشاهد الو السلام عليكم مشاهد برنامج صباح الوطني مباشره على قناه الوطنيه في نسخته الجديده نقولوا صباح الوطنيه اثنين والله صباح الوطنيه صباح الوطنيه اثنين الو السلام عليكم نقبض مكالمة مالي نشوفوا آراء المشاهدين ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله انت مشاهد من الجبال ما شاء الله فتبارك الله شو ما سياك بخير عليك ألو مشاهد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أخ المشاهد تفضل اسم الكريم متصل منه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أخي ما شاء الله فتبارك الله مرحبا بك وسهلا مشاهد حاول انك تسمعني من التليفون الحلقه اليوم نتكلم عن تقييم برنامج صباح البرنامج في نسخته الاولى مشاهد اسمعني من التليفون ونقص عنك التلفزه ياك متواصل من رايك انك مشقر شيء على نسخه صباح الوطنيه الاولى الحمد لله لا 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 شكرا عندك اضافه تبغي انا اقول لك شيء كبير شكرا عندك اضافه تبغي انا اقول لك شيء كبير لا كيف وقع هذا زين ان شاء الله يا ربي مشاهد تم التواصل مني السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا لك نوابيبي شكرا لك شكرا مرحبا به النوابيبي مرحبا مرحبتي وسهلتي شكرا كان كثر من العلماء والأدباء والأدباء ألو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل اخي الو السلام عليكم الو مشاهد انت على الهواء مباشره الو يبدو المشاهد غير جاهز نقبل مكالمة أخرى ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم وعليكم ألو. السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
كما شحالكم؟ ما شاء الله فتبارك الله. ياك لباس. فتبارك الله بخير الحمد لله. ياك أحوالكم هنيئة. الحمد لله بخير الحمد لله. على ما أظن هذا الصوت بعد كل شيء نعرفه. أنا ما عندي استقبال. شفتي؟ أنا اللي نقول عنكم منورات الشاشة. شكرا شكرا جزيلا. كما نورتم لذاعة سابقا. مرحبا بك عبد الله الأحمد عبدي الصوت. أنا أعرف العمل اللي واحدات فيه عمل صعيب. عمل صعيب من الإذاعة إلى التلفزة بالنجاح على لا دعوات الوالدين والتوفيق. شكرا شكرا مرحبا بك. عبد الله ايش راهي طارين شنو هي الفكره اللي هي دير بالي لكم اضطروا حلقه تفضل. انا قلت لكم اضطروا حلقه طبيه تعود لهم حلقه طبيه ولو اسبوعيا للمشاهدين ان شاء الله يا ربي. وحلقه ملي مع اخصائي في الطبخ تعرفوا على البيت الموريتاني فاصل شوي في التحسين في اللي قالوا الطبخ اخصائي في الطبخ ان شاء الله يا ربي. عبد الله يعادلوك عدوى مراد نحن في الاذاعه. ترجعونا ملي. ايه وترجعونا ملي. شوفي وتردونا ملي لحالكم ذيك اللي نعرفوا برامج التراث القديمه. ان شاء الله. وتستضافونا سيدي محمد ياكل البهاه. ان شاء الله يا ربي. وعلى كل حال والله والله اذا نورتم الشاشه. كما نورتم لي الله ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم ويحب ويرضاه. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا لك عبد الله ولحم العبدي هذا ما شاء الله دائما متواصل معنا في الاذاعه يتصل متصل دائما ما شاء الله افكاره منيره فتبارك الله ولا نصبوا عنه والله ان شاء الله يا ربي. الافكار اللي قلت لي دورنا دور ان شاء الله نطبقوها دور ان شاء الله. اين كان البرامج الثقافيه والتقليديه ان شاء الله؟ كاين البرامج التقليديه كاين عدلوا اصلا كاين عدلوا لنا حلقه عن عن مماثل وزاره وحلقه كيما فقدني هو بها عام الاول حاجه اللي انه قاعد تتصل علي انا معدله حلقه صباحيه عن عن الوجبات التقليديه التقليديه صح واتصل علي وقال لي فيها ياسر من الافكار هي عندي ضرك ذيك الحلقه ونصنت لها في الاورديناتور دائما فتبارك الله عندي ودور ان شاء الله ربي نعدلوا ذوك الفقرات ونعدلوا ذوك التنوعات ان شاء الله ان شاء الله ونقبلوا مكالمه. شكرا لك عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم مشاهد. يعود معكم اخصائي يعود يقدم للمشاهد تدخلات اللي تعدل تقريبا ام البيت والله رب البيت في الحالات اللي تقريبا توقع دائما سابج للطب. مثلا كي الاسعافات الاوليه تقريبا يصير شارب وبزغل والله صارت الاسعافات الاوليه السكور اللي يعدلوا دائما هي الاسعافات الاوليه هي غير ذلك مهم صح هي ذلك مهم مهم. شكرا لك عبد الله حتى اللي طول عمرك. شكرا لك عبد الله. وعلى كل حال ماني ليه المل من نقول لكم شكرا. شكرا الله يسلمك. شكرا لك عبد الله ولحم العبد على المداخله القيمه. غريب عندي سميره عن عني هذا هو الطلب اللي يعود ذاك العاشر ولا ذاك اللي على الاسعافات الاوليه ليله هون اثناء نعدلوا تحضير الميكرو تروتوار وهذا ما نجبر شخص ما قال لي طالبين منكم الاسعافات الاوليه تستطيعوا لنا طبيب يعدل لنا الاسعافات الاوليه مثلا لا قدر الله حادث نين يحلق والله شيء هي في البيت سمح الله تسع في الشير ساق وعاد قاعد تقسي بي الطب حتى انهم يقولوا لي عادوا الحوادث في السير في السير عنهم يجي يقول لي قادين يلحقوا يتاذى وقع لا قدر الله يموتوا ما فاتوا لحقوا المستشفى ان شاء الله يا ربي دور نبوركم هذا الطلب في النسخه الثانيه ان شاء الله يا ربي. ومع مشاهدينا الكرام اللي نقضوا اراء الضيوف ابرز الضيوف اللي قد استضافنا في البرنامج ان شاء الله واصلوا احنا وانتم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه راني مهنئكم على هذا البرنامج. ماني مهنئ بمناسبه السنه لان ما عندي انا سنه جديده ولكن مهنئكم بمناسبه برنامجكم. اولا مهنئكم على الاعداد الجيد وعلى الانتظام وعلى البحث عن الشكل وعن المضمون اللي انتم ما تتباركات معه.
وانا يشرفني على اني كنت من الذين تمت استضافتهم على امتداد الحلقات الماضيه والسنة الماضيه. وما لي ملاحظه خاصه على البرنامج. انا اعرف على ان الاعلام بشكل عام صعب جدا، وعلى ان الانتظام فيه والديمومة شيء صعب جدا، واعرف ان الاعلام الموريتاني والعمل التلفزيوني في موريتانيا في غايه الصعوبه وفي غايه المشقه، لاني انا مهني ومطلع على ما يدور في هذا الحقل. واعتقد على انه يا الله ينتقص والله تنشاف حل للمداخلات المتصلين من خارج، لازم ان يكون فيه اتصال وتفاعل مع الناس، ولكن احيانا يضيع فيه كثير من الوقت. هل هذا راجع الى شركات الاتصال؟ هل هذا راجع الى ضبط الاخراج عندكم؟ مهم قضيه يجب ان تنشاف، والا فانه فقراته كامله وبرامجه يعني مواضعه كامله متكامله. ثم انه فيه ايضا تميز بالنسبه للمقدمات، المقدمتين بالنسبه لي سميره وصفيه، او اقول صفيه وسميره، وانا شاكركم ومعجب بالطريقه اللي تتعامل بها مع البرنامج، لان فيه هناك فيها يعني فيها احتشام، يعني فيه حضور قدام الكاميرا، ولكن فيه ايضا احتشام وفيه التزام بالقواعد الاخلاقيه وبقواعد الادب المعروفه عند المجتمع الموريتاني، ولكن فيه ايضا حضور. نلاحظ ايضا انه فيه حضور. وعلى هذا الاساس انا فخور باني كنت من ضمن ضيوفكم، وارجو على ان شاء الله مستقبلا باذن الله نتعاون، واتمنى لكم انتم النجاح في هذه المهمه. ومره اخرى اقول باني ما عندي قبال ملاحظه خاصه، ولكن نرجو على ان الشكل اللي جاي اللي قلتوا لي اعلنكم له مالكم له تجيبوا شكل جديد ومضمون جديد، على انه دائما يكون ان شاء الله افضل، وان كان هذا اللي القديم ما عندي له ملاحظه خاصه فهو جيد بالنسبه لي. شكرا جزيلا محمد المنشا على المداخله القيمه اللي اعطانا، الله يلقى الاحكام اللي حق الاعلام هون صعب، وصعب قاع عنه برنامج صباحي. برنامج صباحي انك انت اللي تعيطي للضيف ويعودك من الشقي الواحل، وشاكرينهم بعد نحن الف شكر والف تحيه تقدير عنهم يعود واحد، فتطلع لعمله وتبارك مع شقرته اللي يعطي فيهم الا 5 دقائق، وقيم جينا نحن هون من اجل ايش؟ من اجل ياك يوصل الرساله. صح. نوصل نحن الرساله، شاكرينهم شاكرينهم غايه الشكر ضيوفنا الكرام اللي ان شاء الله واكلوا دوري. صح، شاكره انا بدوري محمد بن الشاه البقي هذه التصريحات سميره او صافي كما يقولوا. شاكرين ونقبلوهم، نقبلو الضيف الموالي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. انا كنت مشتاق برا الوطنيه، نعدل فيها تعزيه للسيد الرئيس الصاحب. انا بعد قاعد نبلي هذا من جابكم مولانا معزي رئيس الدوله صاحب محمد عبد العزيز، ومصيبته والطفل ومصيبتنا كاملين، ومعزي مجموعه كامله، معزيه باسم رئيس منظمه الشهامه اللي هو المعروف عن المنكر، ومعزيه باسم اللي كرا على بياض اللي جاهز زي بالخير جاهم، وذاك اللي قال عدلوني، ومعزيه باسم المدرش كامل على بكره بها شرقا وغربا وساويها. وهذا المفقود الطفل لو سمعت عنه طفل منفق في سبيل الله، عنه ساعي الله في الاعمال الخيره، راجل والله الرحمه والغفران وجنه الرضوان، ومعزي الاسره ككل. هذا مبدا عندي. النقطه الثانيه عن البرنامج الوطنيه، انا ما طلعت عليها بعد من طرفكم انتم، ما هو شيء ما انا صباح الوطني ما تعرف من قال صباح الوطني؟ ايوه الله قلت لكم صباح الوطني. صباح الوطني مع الامس وقت الامس بعد ما فهذا صباح الوطني اللي انتم مسؤوليات عنه، انا ما قطريت فيه شيء هذا. وزين عندي دوركم هذا القائمات وراجلكم والله النصر والتيسير ان شاء الله، وترى وياكم من الهامكم كامل فهمتوني المجتمع تعرف كلام ولا ديما معناها عني راجلكم والله المراد هذا كامل. والوطنيه صباح الوطنيه اللي انتم ماتي فيه كامل، يعني من قد النشاط ومن قد كان عدل فيه الله نشارك فيه، انا مستعد له.
واضح ومرحب بكم سهل. وشاكر المدير صاحبي كان غريب انا المره حرم على مقابلتي ما خلاها توقع والله ما والله اخرج ولا وحدي. اصباح الوطنيه برنامج عندي زين وقلت لكم شيء كامل يعني انا بعد والله يعني منظمه الشهامه والله انا حد مخالقها مستعدين نشارك معاكم فيه للمسؤولات ومحترمات ولا اشاركم معه شيء واضح. شاكرين التركيز معاكم الشباب معاكم ملتزمين ومسؤولين واعطونا في كسره ويلا لحالكم انتوا قليل تبعك يا ابن ماني قاعد اقول ما اللي نقول والله الا متخلط علي بيدي كافيكم شكرا شكرا جزيلا للاب الوالد اللي ما هو معقول به الكرم والتعداد الشيخ ولد الشيخ ولد مشاهدين الكرام لين نقول لكم به شوي لين اتصلت عليهم قلت له انا لهين عدلوا معاه مقابله لا خمس دقائق قال لي انا لين تعود تدوروني في جهنم دور نجيكم فيها الله يجازي عنا باحسن الجزاء لين اتصلت عليه وقلت له انا جايين تم حينا من الساعه 5 دحمسين عندي عنها الثامنة مع المقرب حد من بلاصنا من بعض الطيور أم اللي جاينا وقلت له برنامج صباح الوطنية هذا قال لي هذا هو صباح الوطنية هذا عام عنس كيف ما يقول انه هو هون في الحلقة الثانية عدنا مع الشيخ ولد تاع ريدي كورنر ذاك الاول دايم الشمس وتقول له مريم وجه لها تحية خاصة تقول له مريم صباح الوطنية يقول لك كتبت القايل حتى هو قال لنا القايل عاد موجهين له تحية خاصة للراجل الطيب الاخلاق اللي والدنا حق انا نفكرك نقول لك انا مرة واحدة صافية عن برنامج صباح الوطنية عنه ما شاء الله ناجح يا قرم اللي لفتنا نحن انتباه المشاهدين وسبب نجاح هذا البرنامج هذا بعد وجهة نظري انا سميرة عن الشيخ ولد اكيد الشيخ ولد بركة الشيخ ولد جيب مع انه ما شاء الله ظريف انت اشتميتي انت خامتي بالفكره هي فكرتك انت شفتي اللي استدعيتي وجبتي بما انك تبارك الله الشيخ ولد جا موجه له الف تحيه خاصه تحيه تقدير واحترام الشيخ ولد قط جاني 2000 ونهايه 2013 في الاذاعه عدلت معه حلقه يعني عدلتها معاه يا هوالي والد ما هو معقول به التعدل وعاد قعبيني معاه صداقه محترمه صداقه اب مع بنته ما عنده اي مشكله يتصل علي ونتصل عليه رجل قمه في الاخلاق وقمه في القرب قريب حتى لين يحس عن حد من الاسره ما مصححه ولا هو يلوذ التليفون يرقب لي تليفون يطمئن ما فضلت عليكم مشاهدنا الكرام رجل طيب وقلت لي لا بدي نستضيفه في القناه باخبار مكتب الشهامه الحلقه اللي عدلنا معاه هو كانت الحلقه الرابعه من موسم الوطني الاول وجا هون واستضفناه كما شفتوا مشاهدنا الكرام ما شاء الله هو اللي نجح الحلقه واستضفناه مره ثانيه في صباح الوطنيه هو اللي ما شاء الله دخل هو ينجح الحلقه الغريب عندي كاع عندنا منين جينا وزرينا لا نمشوا نعدلوا نحن معنا المصورين قالنا انا شين عندي خالك شنو عدلتي فيا قلت له شنو قال لي ما تعلميني نعود قصت الباديه وجبت لكم كبش نربحوا لكم صح الله يجازيك باحسن الجزاء حتى السبع عنك لا نحرت النبي اللي نحن حد تقدم لنا بالبشاشه ووجه طيب سمح نحن درنا فوق راسنا روسنا هذا الشيء ما ننساه الجميع والجميع ان شاء الله ما يزيد وشو ينقصوا به لوالدنا والدنا نحن وفوق روسنا قطعا نقبلوا المداخله الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم اولا نشكر قناه الوطنيه على زيارتها لنا في المنزل هنا تياها واعلنها عنها لين يتعدل برنامج حصيله السنه وتسول الناس اللي قد استضافتهم لان هم اللي ما نسات اللي قالوا المراه المعاقه انا عرفت ان المراه المعاقه زادي عندها دور يلا حد اللي يجيها زادي يعرف حصيلته شنو هي ما يخص البرنامج كان قطعا عنه برنامج جيد ما شاء الله وزين به اللي ناقش ياسر من القضايا اللي تنعاش يوميا ومس ياسر من الامور كانت تحتاج لتمتس وتحتاج لتوخض للوسائل الاعلام وخاصه منها ان نحن النساء المعاقات اللي عندنا استضافتنا وناقشنا من خلالها على الهواء مباشره قضيه المراه المعاقه وقضيه مشاكلها ومررنا خطابنا ما شاء الله معاني عقب ذاك اني نمشي في الشارع ونمشي في بليده يقول نحن شفنا مقابلتك في الوطنيه كنت وكان قاعد فايتنا عن دور المراه المعاقه واللي كانت قاعد تعدل المراه المعاقه وشي
اللي نقول عن وسائل الإعلام عنها مهمة، عنها هي اللي توصل الرسالة. الرسالة لا بد لها من توصل قانونين، يعود ما 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 فهم وسائل الإعلام هو اللي يوصلوها، ما تقدر توصل بلي وسائل الإعلام داخل كل بيت، داخل كل منزل، داخل كل أرض، يعود حد في البوادي الخلوات اللي هي وسائل الإعلام داخلة في القربيت، وهي تتكلم عنه وهي توصل عنه، خصوصا عنا نحن ذي الشريحة عنا نحتاج صوتنا يوصل بين اللي صوتنا ما كان واصل سابق هذا النهضة اللي خلق طركات إياها، اللي من خلالها عاد صوت الشخص قاعد اللي ضعيف كامل، حيث هو سواء كان معاق سواء كان ما هو معاق عاد صوته واصل يقدم، واللي كامل دائما نرجع نقول عن وسائل الإعلام عنهم هم الوسيلة الوحيدة اللي توصل صوت الشخص كامل اللي ضعيف، وخاصة الشخص المعاق. قطعا عني برنامج الوطنية هذا حسيت فيه أنه وصل ياسر من الأصوات ما كانت واصله، وأنه برنامج ما شاء الله جيد، وذاك يعود مولي المقدمين، والمقدم البرنامج هو اللي يعطي نكهة للبرنامج ويعطيه حيوية ويعطيه نشاط ما كانت عنده بيلي المقدمين، يعود ما عنده القدرة على تقديم البرنامج، ولا عنده شيء قد يعود البرنامج موزين بيلي، عيت انت تعود مثلا التضيف جاي مستضاف، منين يعود الصحافي اللي عدنا معاك مقابلة ما يحاول عنه ينتر منك الروايات اللي ما في، ويعود الضيف يعود عنده شيء ليقول ويقرع، يعود ما يلقى يقول والله ما يجبر قبال ذيك الأسئلة اللي يجي منه، يقنن يعود منين يعود الصحافي ينتر منه الأسئلة، ويعود يسوي له أسئلة زينين، أسئلة يعودوا في الموضوع، أسئلة يعودوا مهمين، يعود ينتر منه الشقع ما كان مهم عنده. وأنا قطعا عني من معجبين من برنامج الصباح الوطنية، ولا يفوتني دائما خرصوا لا حق عنا عاد باقي في يابي اللي عني عدت نطلع مع الصباح ونمشي يقين بات في الليل سهران عليه نحاني هون نتيها واعي نخرص البرنامج اللي تعود حلقة منه فايتتنا الديكور ما يشقر عليه شي، الديكور زين عندي، حتى كان زين عندي الديكور قاع الاول اللي شك حد عنكم كي شي قاعدين في فرندا وحداكم الصدار وينعت يعني اذا فهم ستريات كي شي مصيفين ولاهم زمن الصيف، والله شي غير زين حق عن الديكور اللي قاعد تالي اللي درته زين، حتى بي اللي شك حد عنكم قاعدين في قابه خضراء زين اعطاه نكهه لباس بها، ذاك الديكور زين عندي ولد تعتمدوا عليه وولدتم وديروه وزين. وثانية متمنية لكم أولا سنة سعيدة، ومتمنية لكم مشوار زين، متمنية لكم معكم تتوفقوا إن شاء الله في مشواركم، وإن شاء الله ودور لا تتوفقوا فيه به اللي ما شاء الله عندكم القدرة على ذلك بكم، اللي بس البساطة والتواضع هم أول شيء بعد يلا حد يعود هو اللي مركز عليهم، وأنتم ما شاء الله ولو قدام وجودكم قطعا عنكم البساطة والتواضع هذا فيكم، رجاج باش يعود يعود بشعبيته وباش تعود الناس تبقيه يلا يعود بعد دعم تواضع ويعود بسيط بي اللي انا اللي معاكم في مقر جمعيتي منين يجي يقوم اصحاباتي كانت يقول الرئيسة ما تقعد تنقول له تقعد تحت بعد الرئيسة تقعد تحت وتقعد موال المقعد وتقعد في التراب معاكم بي اللي ما ننزل تحت الشعبية ونتواضع معاهم ونعود قاعدة معاه ما يعود يلقيني نعود متخنف عليه ونرقب عنه ونقعد عنه لفوق ما انا عن ما فهم حد اللي هي يتبعني ما شاء الله انتم التواضع تعدلوه ومصيتكم معكم تم ولا تزاولا توصى وقعيق التواضع هو اللي مهم وهو اللي يعطي لرجاج الشهرة واللي يعطيه على انه يوصل رسالته اللي هم يوصل يتواضع للخلق ويخفض للجناح ويعود كيفته ويذن. انا حاجه اللي عنا كنا في لبنان الدوره التكوينيه على هامش المؤتمر كنا معدين عدرنا واحد باط الدوره التكوينيه باطل لا خروج مو في البرنامج غير لا يقدر يعود لي انه عدرنا دوره تكوينيه على الهامش للاشخاص المعاقين قام من ذاك عيط الواحد قال له هاي لا سلم عليه هو تاري قاعد على بوس تحت والاخر واقف قال له هاي لا سلم عليه جا منين جا سلم عليه قام ذاك الراجل لا سلم عليه منين فسر قال ايش لاحظتوا في هذا المشهد قالنا له ما لاحظت شيء قالنا لاحظت انا صاحب المشهد عني انا قاعد على بوس حد تحت هو سلم علي واقف كان يارتو ينزل لي تحت يوقف على ركبه وقراء ومدريته ياك ينعتني عنه ما هو فوقي عنه وزري معناها عن هذا يعود لكم انتم وتواضعكم وشكركم مره ثانيه في منزلنا ومرحبا بكم كل وقت ومرحبا بكم وحييتكم ومتمنيه لكم ان شاء الله سنه سعيده ومليئه بالفرح والسرور ومرحبا بكم ومولي مره اخرى ثانيه وشكرا. شكرا جزيلا حبيبتي امينه متفهم بالمختار وشكرا على حسن الضيافه ما شاء الله
وعودا عنا عند من اتصلنا عليها سودها كانها جاهزه لنقبل من عندها كلمه قالت لي اصلي جاهزه وعلى العين وعلى الراس. الحمد لله. وشاكرته وشاكره هي قاع انا ماني شاكره شاكره للوالد والدته وطفله اختها كبار منها شاكرتهم جزيل الشكر والامتنان تبارك الله بالاسره الطيبه اللي ما بخلونا شيء ما شاء الله من الاحسان والبشاشه هذيك الليله مينا. صح صح مينا تسمح لي شوي نتدخلك في المكالمه في نقطه قالت مينا انتو عن التواضع والبشاشة والبساطة. هذا صح هذا لابد منه أكيد. وكيف ما قالت أم اللي عن وسائل الإعلان عنهم ما شاء الله عنها وسيلة أنا رجاجي دوري ينهض عن وسائل الإعلان تبدأ تقيس القضية تجبر وسائل الإعلان اللي هي الإذاعة والإنترنت ولا شيء ما شاء الله متوفر وموجه لها هي التحية خاصة وهذا المثل اللي قالت أنا زين عندي كيف ما قالت هي حالا أنه رجاج قاعدة لبوس بوس وجاه شخص كبر منه قبل ينزل له ياك ينعتروا عنه في نفس المستوى اللي معاه أكيد ياك ما ينعتوا لهم أنه به للإنسان بلا أخلاق وبلا تربية حياته منهارة وهذه بعد ولا يمثل ولا يمثل الشعب الموريتاني بما أن الشعب الموريتاني الأصيل معروف بأخلاقه. صح. حد بلا أخلاقه منهار ما يمثل مش عارف الضيف الموالي نرجو المخرج يعطينا الضيف الموالي عفوا نرجو من المخرج مبان معايا جهز المخرج مداخلة الضيف الموالي للبرنامج كله. معكم سنية من جرأة الله حقوقية ناشطة في حقوق الإنسان وحدة مجتمع مدني وأصلي مودي قراية برنامج إن شاء الله صباح الخير صباح الوطنية ما كيفوش برنامج زين حتى برنامج مهم وزين ويتكلم عن مواضيع كاملين ذاك هو اللي زينه له حتى وانا ما نمشي قرالو قا ياسر نمشي قرالو لا الوقت تعيطون التاسعة والنص يبدأ البرنامج العاشرة والنص سينو الاستيجو ذاك الاخر كامل ما خاسر لي شيء ما فهمش قارك بين اتدار الحق تلمش لا نشقر شي لا عاد كيف قلت لكم الوقت وأقبل ذاك التوم يكون في التراب الوطنية ما هي في التراب الوطنية في إيد وكل ما أيدتوا لي نقط لا بد أن أدل جيمي تورا نخبطهم كوش دروات يا غير وغير برنامج بل من تعدروا فيه هي تقاي تلفنوا لي وحدين ناس من الناس تلفنوا لي في الخارج يقولوا لي مرتاني هذا شين قالوا استجوهات مقدم ترقيين وزينين وذا وانا ايتي يقولوا لي يمورولي مار ستيجو ما نفطن نقول حاني مره اخرى نرجع لهم قد خلقت لي لين رجعت خلاص قلت نقول لا مونتاج صدرايا ما شفته والشمس ما سينو برنامج انتم لا يحفظكم باس العين ماني مشقر ما في مشقارة الوطنيه فايزه الحمد لله ما في مشقارة الله يمر شكرا السنية اللي قالت عنها دائما ذاهبة تخبط اقو شادروات من بعاد ليك يا سنية كبار تخبط اقو شادروات وجينا تحية وجينا تحية وقالت عنها دائما الاستديو تقول حين مرة جاي نشوف كان في صدرة والله ما في صدرة كيما قالت السنية بداية البرنامج مشاهدين الكرام جبرنا ياسر من مراد الطريفين مثلا نعودوا في سابق نغيروا جلستنا الاولى نعودوا قاعدين نجي للدار قولي اه واش وصلتوا مع البرد قاعدين فوق سمعنا اعوذ بالله هذا من طرافة المواطن الموريتاني بما ان نحن جلستنا مولي جلسه عادة هيك تشكي انها حقيقيه هي ما حقيقيه نحن في نحن شيء معدل شيء من جرافيكس وشيء من انكريست ياك تظهر الصوره ذيك زينه ويشكوا الناس عنا قاعدين في قابه زينه وحدين يقولون هذا صدريات لا لي يقول ذا فهمني يسولوا عنهم بلي لفتوا انتباه لهين نقول كان وين قضت المكالمه وكرت وشكيت عنه ورجاج ولا هي طرح لي سؤال وكان معنا ضيف موضوع مهم قال لي الو اسمي راك تروح الو تفضلوا قال لي انا لهين نقول لك شي تفضل قال لي انتم قاعدين في حق والله كذب قلت له والله هذا قلت له نجبر له في الوطنيه وصح نجبر له في الوطنيه ان شاء الله وشاكرين السنيه مترعاها الله اللي كانت ضيفه على البرنامج متاذنه حلقات الحلقه الاولى كنا نتكلموا عن
اختلافات الأسرية، وكانت معنا قاعة الزميلة مريم، والحلقة الثانية كانوا يتكلموا عن السيدة. جابت لنا فاطمة الطبل، امرأة مصابة بمرض السيدة، عدلنا معها ديك الحلقة، وكانت هي بعد الزين حلقات عندي أنا في البرنامج، والحلقة التالية مؤثرة بشكل مو معقول. الحلقة التالية مع السنية كانت يوم 4 والله يوم 5 بنوفمبر على ما أعتقد، وكان موضوعنا هو نسبة الطلاق في موريتانيا. وكانت حلقة رائعة، وراهي الوطنية علتها كاع البارح وجاوني اتصالات الحق الحال. رفدت رقدت وعيت مع الصباح بيلي صافحة طالعة. أنا مين شو اتصالات نعرف عن البرنامج في اتصالات، وما شاء الله الناس تمشي لي على تلفوني حلقة ما هي معقولة وإن شاء الله تعلوها. والسنية هذه موجهة تحية خاصة وموجهة لفاطمة الطبل، نتمنى لها الشفاء إن شاء الله العاجل اللي جاتنا هون ونورت البرنامج. وندي عنها ما يلامس بنجاحه به اللي هي امرأة مصابة بالسيدة في المجتمع المنقلق. احنا مجتمعنا منقلق وجبناها نحن وقدرنا نحن نكلموها وتكلمنا عن المرض المصابة في البرنامج. كنت انا نقول لك حاجة لي هي الفكرة، فكرتي انا حاجة لي وكان التقديم عندي انا، وكنت نقول لك ان لهي كنا بعض في الاجتماع اللي دائما نعدروا عن البرنامج. قلت لك صافي يا يالا نعدروا حلقه خاصه عن اهل السيدة وهذا دغيا تنفع فيه السنيه. وجزاها الله خيرا اتصلت عليها، كانت شهر بوقي عندها عندها مصيبه عندها ذاك الزمن مشات في تعزيه. وعقبت انا قاع الحلقه اخرتها اسبوع من اجل جي السنيه. وكانت ام اللي فاطمه تابل كانت ام اللي في الاك كانوا ما هم متواجدات في العاصمه. وعقبوا بعد الحمد لله جاو وقالوا لي بعض من الاشخاص سبحان الله تكلمي معاهم هي ترى الفرنسيه وكلام الكوار ولا شيء. قلت لهم خلاص المهم عن الرساله واصلت، الرساله واصلت وبرنامج صباح الوطن يناقش، ما فكر على حد يناقش، كل حد عنده رساله يبغى يوجهها، عنده شيء يفيد به المشاهد والمواطن. نحن مستعدين اكيد مستعدين وقلوبنا فتحه سابق فتح سابق لاستديو البرنامج مشاهدين اللي به اللي انا يا يعني اتصلوا لنا اشخاص ما نعرفوهم وما شاء الله تبارك الله عندهم ضيوف كبار مسؤولين دور استضافه البرنامج وهذا الشرف لنا ان شاء الله يجموا اللي وعدنا احنا هما الحلقه تعود ان شاء الله مميزه اكيد باللي هو جسر بيننا نحن وهما وبين نحن المشاهدين نحن نوصلوا المشاهدين الرساله ما هي معقوله الحمد لله ان شاء الله ينال اعجابكم نقبلوا الضيف الموالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة العام الجديد نتمنى لكم إن شاء الله سنة سعيدة مليئة بالأفراح، إن شاء الله كل عام وأنتم متألقون والقناة أيضا، كما أترحم على أرواح الزملاء أحمد الطالب والشيخ عمر نجاي راجعين من المولى عز وجل، يتقمدهما بواسع رحمته ويدخلهما بسعة جناته، ونتمنى إن شاء الله عودة الزميل إسحاق المختار في هذا العام في بدايته إن شاء الله. الحقيقة برنامج جيد ومهم تفاعلي، لأن البرامج التفاعلية دائما في الحقيقة هي أهم برامج في البلد، وهي في الإعلام كبصفة عامة، لأنها الحقيقة تربط المستمع أو المتابع أو المشاهد بالحقيقة بالقناة أو بالبرنامج، وتكون ملاحظاته موجودة دائما حاضرة في ذهن، لأنه يستطيع أن يحتفظ بملاحظاته للحلقة القادمة. وبالتالي برامج التفاعلية كلها الحقيقة برامج مهمة جدا، خاصة أن البرنامج يتطرق لقضايا بالحقيقة اجتماعية مهمة، خاصة بعضها قضايا الحقيقة لا تعتبر محظورة في المجتمع، وهذا مهم جدا لأن نحن نحتاج الحقيقة لإثارة الحقيقة اللبس عن بعض القضايا المهمة التي الحقيقة تعيق المجتمع، والسكوت عنها يشكل خطرا على وحدته وعلى أيضا أمنه واستقراره، وبالتالي نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة لجميع القضايا. لكن الحقيقة ملاحظات فقط على البرنامج الحقيقة أتوقع له مزيدا إن شاء الله من النجاح، نظرا لإصرار الحقيقة النجمتين على إن شاء الله على ذلك. فقط يجب أن يكون هناك تنسيق في المواضيع، وأن لا تكون هناك رتابة، أي نقاش مواضيع نفس الموضوع يناقشه في الأسبوع القادم في الحقيقة، أو تداخل بين المواضيع، وهذا مهم جدا. يجب أن يكون لجنة التحرير أو هيئة التحرير أو نقاش تحرير موضوع أن يكون مهم قبل ذلك بيوم أو يومين، وأن يشرك أيضا المشاهد في اختيار المواضيع حتى يكون هناك في الحقيقة ربط مهم، لأن في الحقيقة في النهاية هو موجه للرأي العام وموجه للمشاهد، المشاهد يجب أن يشرك
حتى يكون التفاعل الحقيقة يتم يكون بصفة حقيقة واضحة أو جيدة. كما أن الفقرات تنوع الفقرات الحقيقة مهم، تنوع أيضا الضيوف مهم جدا، والضيوف الحقيقة مولي أيضا يالتهم يعودوا ما هم ذوب واحد معه، نفس الضيف الحقيقة اللي يتكرر مرات أو عدة مرات، أو الضيوف الحقيقة اللي استهلكهم الإعلام أكثر من غيرهم. الحقيقة يلا يعطى فرصة لضيوف جدد شباب نساء في الحقيقة لديهم أفكار جديدة من أجل أيضا استفادة المجتمع من هذه الأفكار ووصولها بشكل واضح، بعيدا عن الحقيقة مركزة الأفكار لدى جيل معين من النخبة، وهذا في الحقيقة أمر لا يخدم ربما الإعلام بصفة عامة. وبالنسبة لتوقعاتي، توقع إن شاء الله على أن البرنامج ينجح إن شاء الله أو يتقدم مع إصراركم إن شاء الله عليه، تميزكم الروح الشبابية اللي عندكم إن شاء الله، أتمنى لها التوفيق. شكرا زميل ولي البحيد على هذه المداخلة اللي قال لي تاج على روسنا، وإن شاء الله ربي يدور نعدلوها. تكرار المداخلات، تكرار الضيوف، المواضيع اللي عودة فيه الشحن كامل بهذا. نقبل مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أرجو من المشاهدين يعودوا جاهزين لوقت الاتصال المكالمات، يعني فهمت تشويش. هلا مذاك. ألو السلام عليكم. أغلاطهم اللي عندهم حلقة خاصة. ألو السلام عليكم. عفوا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نواصلوا في الضيوف ونقضوا الوقت نعتمد ياسر صاحبي. يبدو أن المكالمة غير جاهزة. ريثا معي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، ما شاء الله علينا فتبارك الله بخير الحمد لله. يا خير، صباحكم خير وصباح وطنية بخير. الله يخليك، يصبح نهاراتك إن شاء الله. تفضل. أراني مهنئكم حتى على البرنامج. شكرا لك. مهنئ السنة اللي فاتت ومهنئ السنة الجديدة. شكرا أيوب أحمد، شكرا، مرحبتي بك وسهرتي. مرحبا. وراجم عند المولد تم اللعب الازدهار تطوى إن شاء الله. وراجم كنتم السنتين هم اللي في تطور التقدم الأكثر الأكبر وأكثر مضايع في هذه المهنة، وطرق معنا مهنة متاعب. الله إلا مهنة متاعب حق. السلام عليكم ونهاركم سعيد. شكرا، مرحبا بك وسهلا أيوب أحمد الزميل. أيوب أحمد موجهين له ألف تحية خاصة. أيوب، هذه المكالمة صح أنا ما كنت نصب عنها. ما كنا نصب عنها. صح، هذا أيوب أحمد زميلنا وأخونا، والله ان شاء الله يصبرك علي وعليك السنه ان شاء الله، ويصبرك نهارك وليالي ان شاء الله. نقبل المكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اخي المشاهد. وعليكم السلام، تفضلوا. عفوا. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك وسهلا اخي المشاهد. عندك مداخله، عندك تعليق تقوله. مرحبا مشاهد، اسمعني من تليفون ونقص عنك التلفزه، فهم تشويش فهم صادة بعد ما قلت قلبك قلبك. تفضل مشاهد. يبدو ان المشاهد غير جاهز. نقبضوا للضيوف، نرجعوا للضيوف، نقبضوا الضيف الموالي
نعود ونرجع إن شاء الله ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. على كل حال، هذا البرنامج اللي ينقال الأصباح الوطنية من أحسن البرامج التي كنت أتابعها. برنامج على كل حال يناقش كثيرا من الأمور التي تهم المواطن، ناقش كثير من الأمور اللي تلامس واقع المواطن اليومي، كثير من الأمور اللي يعيشها المجتمع الموريتاني كان هذا البرنامج يطرقها من خلال الصحافيات اللي كانوا على كل حال قائمين به أحسن قيام، وأنا من نفسي حليت عليهم ضيف وتشرفت بذلك لما رأيت من أخلاقهن الفاضلة جزاهن الله خيرا. وهذا البرنامج من أحسن البرامج أنا كنت أتابعه دائما، ما قطت فاتني على كل حال منه حلقة يكون لعدت لي مشغول، وكنت دائما نتابعه وناقش فيه كثير من القضايا المهمة جدا، واستضافوا على كل حال كثير من الضيوف اللي أنعشوا هذا البرنامج غاية الإنعاش، وبحثوا فيه غاية البحث، وكانت مولي أسئلتهم هم جزاهم الله خيرا أسئلة على كل حال ثرية وغنية أثرت الموضوع، حتى انتبه من كان جاهلا لكل ما لا يعلم من أحكام دينه، حتى بعلنهم جزاهم الله خيرا قبض معبرين للرؤى، لعله يعود حد فمثلا عنده حلم يختير مثلا يفسره، جابوا المعبرين جزاهم الله خيرا وعبروا للناس أحلامهم، وأتوا بالفقهاء كذلك وبينوا للناس أحكامهم، وجابوا الأخصائيين، وجابوا كثير على كل حال من الناس اللي أنعشت هذا الموضوع غاية الإنعاش. فهذا البرنامج نرجو من الله تبارك وتعالى أن يستمر، مرت عليه سنة ولله الحمد، ناقش فيها كثير من المواضيع التي تهم المواطنة، وراجين إن شاء الله بعدين هذه السنة اللي هي سنة 2016 بعلنه يكتسي حلة جديدة ويطرق كثيرا من المواضيع اللي ما فات طرق. ويا الله على كل حال هذو الصحافيات جزاهم الله خيرا القائمين عليه بعلنهم يبحثوا عما يلامس حاجة المواطن اليومي ويناقشوها ويستضافوا لها على كل حال كثير من الضيوف اللي على كل حال هم أهل هذا الميدان. فالذي أرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا البرنامج بأحسن التوفيق، وأن يجازيهم أحسن الجزاء. أنا من نفسي حليت عليهم ضيف وعرفت عليهم جزاهم الله خيرا لهم من الأخلاق ما لهم، أعطاهم الله تعالى شيء من الخلق الحسن اللي ما هو معتاد على كل حال. وأنا من نفسي جالستهم قبل البرنامج واطلعت على ذلك جزاهم الله خيرا. فالذي أسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم على هذا البرنامج حتى يستمر أزمنة مديدة وأعواما مديدة كذلك، وأن يعيد على الشعب الموريتاني هذه السنة وغيرها من السنوات بالأمن والعافية. اللهم آمين. شكرا شكرا الفقيه الدرديري الباب والمعطوف، شاكرين على حسن الضيافة ما شاء الله تبارك الله، وشاكرين للأخوات والأسرة الكريمة كاملها، وإن شاء الله نعدل ذاك اللي قلت لنا كامل، ولا تنسانا صالح الدعاء. صالح الدعاء الدرديري والله إلا وخير. الله إلا وخير. لك هو الضيف التالي. يبدو أن نقبل مكالمة ونرجع للموضوع. ألو، السلام عليكم مشاهد. نقبل مكالمة. ألو، السلام عليكم مشاهد. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك وسهلا، تفضلوا الاسم الكريم متصل منين. ألو. ألو، السلام عليكم، تعال هوا مباشرة من آخر المشاهد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أخي المشاهد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أخي المشاهد صباح الخير وصباح الوطنية، تفضل لعد عندك استشكال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام مشاهد، مرحبا بك وسهلا، تفضل. مشاهد سامعني تفضل. الو الو، انا سامعتك اخي المشاهد، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. سمعت.
نور الشعور صفحة البرنامج لصباح الوطنية بما أن الوقت ما ثلم ياسر قاع المخرج ذا كوشير نرجع لصفحة البرنامج صباح الوطنية قلت لهم عنهم يقولوا لنا آراءهم في البرنامج هون أمينة محمد المختار السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم وبالنسبة للبرنامج كان أكثر من رائع وعلى المستوى المطلوب وناجح وهذا النجاح طبعا راجع المقدمات البرنامج الرائعتين متواضعات والبسيطات في تقديمهم وحوارهم للضيوف بالأسلوب الراقي والمتميز سميرة وصفية بنات السماني حفظهم الله ورعاهم ونتمنى لهم سنة سعيدة ومزيد من التقدم والنجاح ألف تحية لك حبيبتي هون محمد سالم دل عبد الله برنامج مميز وممتاز وممتع دمتم متألقات سميرة وصفية شكرا لك هون محمد الراجل يباوى برنامج يطرحه جملة من القضايا بالشكل مفتوح بقدر كبير من الشفافية الجديدة الجديد فيه هو طريقة تقديم الجميلة التي ترتفع على البروتوكولات التي درجنا عليها في تقديم البرامج الحوارية نهنئكم عليه ونتمنى لكم التوفيق شكرا لك هون الحضرامي مصباح السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لكم بما يخص البرنامج كان على المستوى ومتابعه ويتابعه الكثير من الأخوة ويتماشى مع عطلة الأسبوع لكن لدي نقطة يجب اتباعها انتباه إليها وهي عندما تصل أحدكم رسالة على صفحته الشخصية يجب قراءتها وشكرا لكم ونتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير أكيد نحن الرسائل فرلجون على الصفحة نقرأهم الولي عمر شكرا لكم على التقديم المتميز لهذا البرنامج الرائع والمتميز وللضيوف والمواضيع التي على جهة ولجميع الضيوف وشكرا زينب بابا والمعطى تحية خاصة زينب بابا والمعطى وقالت لكم أختي صفية وأختي سناء نحن في المنزل نعتز بزيارتكم عفوا هذه زينب ومت بابا والمعطى والله زاد احنا مي نعتز بكم انتم وشرفنا نتعارفنا وعندي خطري محمد برنامج مهم ويعالج بعض القضايا المطروحة لكن يجب تغيير الوقت قالنا نغير الوقت لا ما يعود القايلة والله نسائي القايلة ما صعب حد والمساء عندنا ما شاء الله كوكبة من البرامج وعندنا رقية محمد فال صباح الوطنية تحياتي لكم وشكرا على التقديم المتميز وطرح المواضيع الجميلة والهادفة التي كنتم تسعون لتقديمها وكان البرنامج ناجح وممتاز ويتميز بالمتعة والإفادة وذلك نجاح كان بسبب مقدمات صفية وسميرة شكرا لك الله يسلمك رقية محمد فال مرة أخرى قالت لكم أنا بعد مقترحة لا عن المقدمات ما يتغيروا عن البرنامج إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي هو الرسالة جاتنا للخاص مولي لبعض من الزملاء بدون ذكر الاسم قال عنه يختار يقول تعليقاته على البرنامج ومقترحاته عليه إن صباح الوطن يظل محافظا على قيم الأخلاق في كل حلقاته ومقدماته تنمو لا دائرات عليهم الباسم مؤدبات مع ضيوف ومتصلين بهم رغم طرح المواضيع الجريئة ولكن كان ذلك بأدب وحياء وبلطف شكرا لك جزيلا هذا اعتز بها من قد الأخلاق ومن قد الباس ومن قد نحن مجتمع محافظ وانتم تعرفوه والتلفزة الموريتانية يعني زاد شاشة التلفزة في مجتمعنا نحن هون على التلفزة يتابعها كل حد ما عندنا ذوك العادات عن التلفزة اللي في بيت ما الله نحن التلفزة أجمل شيء بعد أنا حصل لي منه الشرف أجمل شيء حصل لي بعد أنا منه الشرف سميرة عني منيتي تنعدل هذه الشغلة استطلاع الرأي العام على البرنامج صباح الوطني ونقبلوا آرائهم ونقبلوا صدع لي راجل وقور شيباني محترمته
قال لي جمتي انا قال لي ما قد نقول لك رايي على التلفاز، قال لي نقول لك رايي نختارك تقولي بيلي نتابع الحلقه ومجرى تحيه خاصه. قال لي يمتي لي نقول لكم راهي حدا عن برنامجكم عنه ما يفرق الجماعه اني نقعد انا واسرتي كامله تقعد تخرصوا انا وثاني نقول تقعد تخرصوا ونقعد انا واهلي وكافي كل والدي الحمد لله كهوله قاعدين خرصوا طافيلات يمثلونا ومثل الاسره اللي منهم ومثل المجتمع الموريتاني بما ان نحن مجتمع منغلق جميع ما لحقنا من الترقي ومن كل شيء انت مولا محافظين على محافظه ملافه ذول بينا اخترنا البرنامج يعود طرحه بسيط على زرابه ويعود ذول بينا ان شاء الله ان شاء الله ينال اعجابكم يعود ان شاء الله على المستوى اللي يرتقى له وبرك نقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو مشاهد تفضل. حالكم يا لاباس؟ ما شاء الله تبارك الله. اخي المشاهد بس عنك صوت التلفزه واسمعني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. الو مشاهد ناسف لقطع هذه المكالمه ونرجع لصفحه البرنامج الشيخ والبثار. صباح الخير صباح الوطنيه تحيه لكم ما تحيه طيبه لكم وبالنسبه لي اظن لا اظن بان تقييمي للبرنامج لن يختلف عن مشاركاتي فيه الدائمه على طول الفتره الماضيه حيث تكاد لا تفوتني حلقة إلا وعلقت عليها أو على الأقل تابعتها. طبعا كنت في السابق أعلق على مواضيع البرنامج باسم الدكتور سيدي محمد أبو بكر، أما في موسمكم الجديد فإنني سأشارككم باسمي الحقيقي بعد ما تأكدت منه من القيمة المعرفية للبرنامج. وتحية لكم ما تحية من كل قلبي خاصة لكم مرتين، تحية خاصة لسيدي محمد المبكر وتحية خاصة للشيخ والبتار على مواكبتنا طيبة ما شاء الله هذه الفترة. عندنا هون عند عثمان بيبي برنامج رائع ومتميز بالانتظار الأفضل، موجة تحية خاصة الولد عثمان بيبي على هذه الرساله وعلى مساعدته ان شاء الله معنا في تحضير هذه الحلقه بما انه هو من معجبين البرنامج بشكل مو معقول، جانا من نفسه وتعرف علينا وقربنا منه بشكل مو معقول. احنا تيم اللي قربات الله يديمها ان شاء الله محبه وعزه بيننا نحن وجميع المعجبين وانا بعد والمشاهد الوالد قاعد وحده، الوالد المشاهد ظريف جانا هون تعرفينا في البرنامج ودائما يتصلنا من الحلقه الاولى الى درك الحمد لله. وانا بعد الحمد لله كسبت من البرنامج الا روايه واحده اني عاد عندي اسره ثانيه بما اني اسرتي قاعد الحمد لله اهلي قال عندي اسره ثانيه اللي هي مجتمعنا نحن وانا معجبين البرنامج ما شاء الله فتبارك الله أسرة فتبارك الله شيء يفتخر حد به. سميرة قبل مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو تفضلي. ألو أنا سامعك أختي المشاهدة. ألو أنا سامعتك ما شاء الله. ألو أنا سامعك أختي المشاهدة تفضلي. تي على الهواء مباشرة. الو ايوا البوتينين شاكرينكم على البرنامج حتى شكرا حتى احنا شاكرينهم شاكرينهم وشاكرين البوتينين وشاكرين جميع الولايات الداخليه ايوا دابا تنجبروا كاع ايوا الحمد لله اللي جبرتينا اليوم عفوا هاك مرحبا شاكرتكم حتى على البرنامج ولا متابعين وحتى شكرا 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 لك الله يجازيك. من رايك كانك عندك شيء تبغينا نطروه للبرنامج للفقرات والله شيء لا تبغينا نطروه له شيء ناسف الانقطاع هذه المكالمه ونقرا صفحه البرنامج فاضل واللي السالك
هذا متتبعين البرنامج. وعلى ما اعتقد انه في الامارات هون ياسر ما شاء الله من الناس متبع البرنامج ومجالهم تحيه خاصه. صباحات مشرقه بالامل والسعاده لكم مقدمي برنامج صباح الوطنيه، برنامج اضاف لنا الكثير من المواضيع الهامه والفقرات المتنوعه والمتميزه، برنامج يهتم بجميع القضايا، ونتمنى لكم بدايه ممتعه موفقه في الموسم الثاني ومزيد من العطاء والنجاح والتميز والابداع. شكرا فاضل لرسالتك. خاصه لصفحة البرنامج اللي ما اللي في الدول الخارجية اللي ما عندهم قناة الوطنية يتابعونا عن طريق بلور ميديا وصفحة ميديا. البرنامج شكرا لبلور ميديا تحية خاصة لهذا المنبر، كامل الشكر لبلور ميديا. دائما يتصلوا علينا ويقولون عنهم بأحد من الدول الخارج. أنا ما نعرف قالوا لي عنهم ما عندهم الوطنيه، عندهم ولا الموريتانيه قناه الوطنيه ما عندهم، وعنهم نحن يتابعونا من خلال الانترنت بلور ميديا. وموجه لهم تحيه خاصه. طبعا لهم فضل مولانا وفضل بلور ميديا. شكرا وشاكره انا بدوري اخي وصديقي ومقرب مني الوالد، مشاهد الوالد متاثر حتى البرنامج كافيك اللي عنه يتصل عليك بالرقم الشخصي وتصل علينا وجانا هنا عاد لنا زياره ويطرح معانا الضيوف ويقترح معانا في الاراء مع الضيوف، يقول نستضيفوا لذا ونستضيفوا لذا، وموجهين له الف تحيه شكر والتقدير، وموجهينها هم للناس كامله اللي متابعه نظرك اللي ما قد حد منهم يتصل علينا واللي ما قد يكتب لنا عن طريق عن طريق الفيسبوك والله عن طريق اي وسيله من وسائل الاعلام التواصل الاجتماعي عفوا. وشاكرتكم وشاكره جميع زملاء اللي عدلوا معنا هذا البرنامج هذا العمل اللي عدلوا معنا هذه الحلقه. سميره وانا زاد انا بدوري الوقت ما تلف من ياسر ما عندي ما هو نشكرك انت سميره. حيني شوي حيني شوي سميره، ليه تقولي لي شنو هو موقف قط خلق لك هناتي هي عاد يضحك بسيط نختم به المشاهدين الكرام. موقف قط خلق لي هون ما لقى شيء يوم الحد اللي طلع علينا وخرج هون معايا الضيف ومجال تحيه خاصه يحضيه صلاحي ومجال تحيه خاصه ونتمنى ان شاء الله سنه سعيده من هذا المنبر. هو ينقال له يحضيه وصليحه وانا نتحكم شوي غلطت شوي قلت له يحضيه ولداهي هو يحضيه وصليحي. ومره طلعني المخرج في شيء معين انا طلع فيه ما اعطاني لذنني ما اعطاني الاشاره اللي نتعامل معاه بها اللي هو المخرج فيصل موجه تحيه وقلت له اللي غلطت غلط صلحوا لي. احد المتابعين صفحه البرنامج من فرنسا نحن معايا الضيف محمد يونس الشيخ وكنا نتكلموا عن عاشوراء واتصل علي شخص من المغرب وقال لي قال له عبد الفتاح قال له سلكوا لعبد الفتاح وعقبت ورا الاتصال بدل ما نقول له شكرا سلكوا عبد الفتاح قلت له شكرا سلكوا يزيد بيه هو وزير سابق وزير العلاقات مع البرلمان موجهين له تحيه خاصه. ما تفقدتوا اثناء البرنامج من ست رد عيني على تليفون مشاري وشكرت على التصحيح على التنبيه ما هو وانا قاعده اطمنك انت انا نهار هون معايا معانا الضيف مبكر ولفاه وللصايم قاعده معاها خير اللبس قصبته على الانتن وانا بيا البرد رابطه سستات عاد صدري سابق تبدا الحلقه يقول لي كل كونترولي راسك نقول له ما فهمش بسم الله علينا طلعنا بسم الله علينا طلعوا نقول له نحن اختي وتعمل لي سميره فريقه نزول الاشارات وحنا وانا قافله راسي ستي ذيك الحمد لله بعد قلت ما طلعت الحمد لله ومجهود خاصه نتمنى لكم ان شاء الله سنه سعيده. وشكرا للمخرجين اللي يتعبوا معانا فيصل وسالم والخليل شاكرتهم جزيل الشكر. كاميرات المصورين قناه الوطنيه اللي تعاونوا معانا في ميكروهات شيخ محمد والودي طالب على ما شاء الله هذا الشغل العدل معنا ليالينا هذا. وشكرا مخرجينا الدائمين الاثنين فيصل ولربيه على ظرافته صدق لي يقول لي هو دخلي بعد عنا انت ملحفتك رايت الكوادور دخلي. وشكرا المخرج
سالم والخليل شاكرتهم جزيل الشكر ولا سمحونا يا اخوتي على برنامج صباحين واعوهم يوقي وجمعة الصباح وتراو يشتغلوا تراو عدروا حلقتهم غير من نجاح البرنامج المخرجين والمشاهدين دمتم في امان الله الى غدا ان شاء الله وموضوع طلة جديدة ان شاء الله وحلقة جديدة وفقرات جديدة ونتمناو ان شاء الله انها تنال اعجابكم كيف ما نالت اعجابكم في الموسم الاول. الى اللقاء دمتم في امان الله.